تغذية اليوم معنا مشكور دكتور عبد الخالق رمضاني الأخصائي في التغذية وفي الحمية مباشرة من دار البيضاء. الدكتور رمضاني صباح الخير، مرحبا بك معنا مرة أخرى، شكرا لبيتك الدعوة. مرحبا، صباح النور، تحية ليك، تحية الطاقم مجموع، تحية جميع المستمعات والمستمعين، ودائما كالعادة سعيد بالتواجد ديالي معكم. ونحن أسعد. اليوم غادي نتكلم دكتور رمضاني على مرق العظام أولا شوربة العظام. هاد الشوربة هادي اللي كي يستمتع بها البعض لأنها لذيذة، كيعرفوا الفوائد ديالها، عندها فوائد يعني مدهشة ورائعة، ولكن كاين اللي عارف القيمة الغذائية لمرق العظام، وربما كاين الناس اللي غير كياخذوا هاد المرق غير نظرا للمذاق ديالها اللذيذ. وبغينا وكنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي أن هاد الشوربة ديال العظام ولا مرق العظام يعني كتروج بكثرة، وكيتكلموا على الفوائد ديالها وعلى طريقة الطهي ديالها وطريقة الحفظ ديال مرق العظام، بحيث ذاك المرق ديال العظام ممكن أنه يجمده. هادشي اللي كنشوفوا أنه يتجمد يولي على شكل يعني واحد يعني جامد هكا قاصح، المرق كيقصح، وكنعرفوا من ملي كتكون شي حاجه دهنيه ملي كتقصح كيفاش كتولي، كتولي شويه هكا رخوه، لا صح ده صح التعبير. اذا بغيت نتعرفوا معك على صحه ما يروج والفوائد ديال المرق العظام. دكتور رمضاني تفضل. هي بطبيعة الحال كما ذكرتي، فالشربة ديال العظام اللي معروف عليها أول حاجة هو ديك المذاق ديالها الرائع، وربما هذه هي أول حاجة اللي كتلقى بزاف الناس كيحدوها باش كتعطي داك المذاق المميز والمميز والمميز اللي كيكون عندها ملي كنضيفوها لبعض الوجبات. وهي بطبيعة الحال هي تضاف لبعض الوجبات، ما كتشربش بوحدها كشربة، يعني كتقدر تشرب بوحدها وكتقدر تكون هي مثلا ديك الأساس اللي كنقدروا نصوبوا به مثلا واحد شربة ديال الخضر مثلا، أو لا كنقدروا نصوبوا به مثلا شي نقدروا نضيفوها للتنسيم باش تعطي ديك النسمة النظافة الحاج شي وجبة أخرى. يعني هي تقدر تشرب بوحدها، ولكن في أغلب الأحيان كتكون هي الأساس اللي كدار فيها. مثلا كندير فيها واحد شربة ديال الخضر، كان مكرونة، رز، يعني أي حاجة بغينا نضيفوها كتكون هذه كتعطيها واحد نسمة اللي كتميزها. نعم، واللي كيحبوها جميع، يعني كل شيء راه اغلبيه الناس كيحبوا داك المذاق اللي كيكون فيها. وهي بطبيعه الحال ملي كنقول الشوربه ديال العظام ولا حتى الشوربه ديال الدجاج، يعني هادو كاملين اللي هما اولى في بعض الاحيان راه كنبالاحيان كنصوب حتى ديال السمك باش كيبقى مثلا كيتنسم، كيبقى داك النسمه ديالو اللي كتعطي داك الطابع اللي كيميز الطبق اللي حنا غنوجدو. وهاد اللي شنو هو اللي كيعطي هذيك النسمه؟ بطبيعه الحال المكونات اللي كتستخرج مثلا من هذيك العظام عن طريق الطبخ. وهنا نبغي نشير الاهميه، يعني قبل ما نساوها، اهميه داك الطبخ ديالها، لأنك تأخذ وساعات واحد المدة طويلة. طبيعة الحال كتقدر تمشي حتى 6 ساعات في بعض الأحيان. طبيعة الحال وهنا علاش؟ هنا علاش باش يمكن نتمكنوا من استخلاص أغلب المكونات اللي كتكون حاضرة في هذيك العظام، اللي كتكون حاضرة في ذيك مثلا الدجاج، واللي كتكون حاضرة في جميع أي حاجة بغينا نتناولها. وربما أول حاجة اللي كنقدروا نستخلصوها واللي كيهضروا عليها الناس بزاف هي الكولاجين. بطبيعة الحال ملي كنهضروا على الكولاجين كنهضروا على واحد المكون اساسي للصحه ديال ولا الجمال ديال البشره ديالنا، الصحه ديال العظام، الصحه ديال الاوتار ديالنا، والصحه ديال اغلب الانسجه ديال الذات ديالنا.
وبالتالي فاش وفعلا ملي كنشوفوا هاد الشوربه ديال 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 الخضر بالاخص فملي كنجيو كنلقاو فيها من بين المكونات اللي فعلا كنلقاوها متستخلصه كنلقاو خاصه واحد الاحماض الامينيه اللي هما الجليسين والكولين عفوا اللي هما معروفين هما الاساس الاساس ديال ديال الكولاجين في الذات ديالنا بمختلف الانواع ديالو كذلك ربما الاستخلاص ديالو ديال الاستخلاص ديال بعض المكونات اللي كنلقاوها حاضره كذلك في الشربه ونبغي نشير منهم الجلوكوزامين والكوندرويتين خاصه ملي كتكون هذوك العظام بالقروش ديالهم بالكارتيلاج ديالهم فملي كنهضر على هاد جوج المكونات هادو الجلوكوزامين والكوندرويتين رغم النوعيه ديالهم فهادو راهم مهمين بزاف للصحه خاصه ديال المفاصل ديالو ديالنا عفوا الناس اللي عندهم مشكل في المفاصل ولحمايه المفاصل كذلك ياك هو بالاخص داك البعد الوقائي لحمايه المفاصل وكيف ما كنعرفوا راه حتى المفاصل في بعض الاحيان باش كتكون مريضه في واحد يعني على حساب الحاله اللي حنا واصلين فيها راه في بعض الاحيان بطبيعه الحال كتكون تقدر تكون ادويه تقدر تكون يعني على حساب الاستشاره الطبيه راه النصائح الغذائيه راه كتكون كذلك مهمه وكتكون في بعض الاحيان كنحتاجوا مكملات غذائيه اساسيه واللي عندها البعد العلاجي راه كنهضروا على الجلوكوزامين كنهضروا على الكوندرويتين كنهضروا على الاسيد هيالورونيك هادو كان من المكونات خاصة الجوج الاولين فرحنا كنلقاوهم حاضرين في هذيك الشوربه ديال المرق غير ما هو باش نهضروا على اللي كنسموهم لي زاليغاسيون معنى لي زاليغاسيون هما يعني فاش كنلقاو مثلا شي دواء كنلقاو هذا الدواء ها علاش كيصلح يعني باش هذيك لاليغاسيون باش تكون يعني خاصه واحد الابحاث علميه واحد للاسف فيما يخص الحاله ديال الحاله ديال المرق ديال ما كايناش هذيك الدراسات العميقه اللي تطرقات لمدى فعاليه هاد المكونات على الصحه ديالنا ولو انها كما ذكرت هضرت على الجليسين هضرت على البخورين نقدروا نزيدوا معهم مثلا حتى الجلوتين الجلوتامين والجليسين وهنا بالنسبه للاخوان فهادو احماض امينيه للذات ديالنا فعلا كتقدر تصوبهم يعني ماشي تقريبا الاساسيين ولكن مهمين الى جاونا عن طريق التغذيه ديالنا وخاصه الشوربه ديال المرق فكتكون من بين الحويجات اللي كتمكننا منهم خاص عاوتاني فاش كنبقى هذاك المده الزمنيه ديال الطبخ المهيل فكتمكننا باش كنستخلصوا واحد الكميه ديال الكالسيوم وكذلك املاح اخرى الكالسيوم فشحال الماء كنضيف كنبقى ذاك العظام كتطبخ كما ذكرت بواحد العاد من العافيه مهيله شحال الماء كتفرز وكنلقاو واحد النسبه مهمه ديال الكالسيوم اللي متواجده في ذاك المرق ديالنا لدرجه انها كتقدر تشكل لنا واحد النسبه مهمه من الحاجيات ديالنا اليوميه ما كيكونش غير الكالسيوم بوحدو راه كيقدر يكون كذلك مع حتى الزنك كذلك الزنك حتى الحديد لدرجه انه الشوربه ديال المرق بوحدها كتقدر تعطينا واحد يعني واحد العشور على حساب الكميه اللي حنا غنتناولوها يعني راه فيها تقريبا واحد الكميه ديال واحد النوعيه ديال الحديد اللي الامتصاص ديالو كيكون فاسيليتي معنى ساهل في الامعاء ديالنا ما كيحتاجش واحد الميتابوليزم خاص نعم هاد الشوربه ديال العظام ما كتكونش يعني ميده ما كي كنقولوا يعني فيها دهنيات كثيره لا هي بالعكس هي الشوربه ديال العظام معروف عليها لانها رغم الشكل ديالها فهي كتقدر تكون تقريبا ضعيفه وقليله بزاف من المواد الدهنيه اللي فيها لدرجه انه كاين بعد اللي درسوا المكونات ديالها ولقاو تقريبا غاديه الصفر فاصله يعني ما تخوفوش منها في هاد كاين الناس اللي كيعتمدوها في نظامهم الغذائي اللي فقدان الوزن بطبيعه الحال حيت كما ذكرت هي كتعطي المذاق وفقدان الوزن يعني من بين الحويجات اللي حنايا كنركزوا عليهم انه تكون واحد التغذيه اللي هي متوازنه لاول حاجه ما فيهاش الكميات ديال السكر
كثير. وكما كنعرفوا هاد الشوربه ديال العظام على حساب غالبا ما كنتناولوها مع عيش، غالبا مع خضار كما ذكرت غالبا، وهذه اللي اكثر حاجه كتصاحبها هي الخضار. ولو انه بعض الناس كيضيفوها كذلك الرز، كيضيفوها المكرونه، كيضيفوها لواحد مجموعه من الحوايج من الوجبات الاخرى. وبالتالي يعني من بين الحويجات اللي كتسهل علينا ذاك النظام الغذائي، وخاصه كما ذكرت في المذاق ديالها. فالمذاق ديالها ما نساوش كذلك على انها راه فيها ملح، يعني كيكون استخلصت الصوديوم فيها، واحد النسبه مهمه كذلك ديال البوتاسيوم اللي هو كما كنعرفوا مهم، تقريبا واحد 8% 10% حتى 12% على حسب النوعيه ديال العظام اللي حنا غنتناولوها من الحاجيات ديالنا. الشيء اللي كيخلينا في المذاق ديالنا وفي الغذاء كنبعدوا شويه من الاضافه ديال السكر، وكنبعدوا شويه من الاضافه ديال الدهنيات. خاصه انه في بعض الاحيان كيقدر هذيك الشوربه ديال العظام في المرحله الاخيره ديال التحضير ديالها، يعني فاش كتبقى ديك قريب نحيدوها من ولا نطفيو عليها ولا نحيدوها، غالبا واحسن طريقه للتحضير ديالها هو الفاخر، نظرا لديك العافيه اللي كتبقى مهيله وكتبقى مده زمنيه طويله وعافيه قليله. ففي ديك اخر نص ساعه تقريبا ولا اخر ساعه الا ربع كيقدروا يضيفوا لها بعض الاعشاب المناسبه. وهذه الاعشاب المناسبه كيف ما ذكرنا فرا من بين المنافع ديالها بالاضافه الى تحفيز ديال الجهاز الهضمي، تحفيز ديال الافرازات اللي عندنا على مستوى البنكرياس، على مستوى اللعاب، على مستوى اللعاب ديال كذلك الافرازات ديال المعده، الافرازات ديال الكبد كذلك. فهي كذلك كتخلينا نظرا للمذاق ما كنقلبوش على كميه اكثر ديال الملح. وكما كنعرفوا كما كنهضروا على السكر باش نقادوا في نظام غذائي صحي، فراه كذلك كنطرقوا حتى للسكر حتى الملح حتى هي راه مهمه ان احنا نقصوا منها. نعم، كيفاش يمكن لينا نستهلكوا المرق ديال العظام؟ يعني شحال من مره الكميه المسموح بها، وشحال مره مثلا في الاسبوع؟ هي نقدروا نستعملوها يوميا. يوميا حيت كيف ما ذكرت، يعني فاش كنشوفوا المكونات ديالها، ذكرنا بروتينات، ذكرنا احماض امينيه، ذكرنا فيها املاح، مختلف الاملاح، فيها كالسيوم، فيها حديد، فيها مكونات اخرى اللي هي نافعه. ومن ناحيه السعرات الحراريه ديالها ما طالعاش بزاف، قليله تقريبا، نقدر نقول مثلا غتشرب واحد زلافه ولا جوج راه فحال بالنسبه للناس اللي كيهتموا بالسعرات الحراريه. ولو ان هذا التحليل عن طريق السعرات الحراريه متجاوز في علم التغذيه الحديث. يعني كتعطينا يلاه مكمله 40 كالوري الا خديت واحد زلافه كبيره. وبالتالي يعني حتى من ناحيه الدهنيات هضرنا تقريبا ما فيهاش، رغم الشكل ديال هذه كيبان لنا غنيه كما ذكرت بالمصادر ديال الجلوكوزامين وديال الكوندرويتين، غنيه كذلك بالاحماض الامينيه اللي ذكرت. وبالتالي فهي من بين الحويجات اللي نقدروا نتناولوها في جميع الوجبات، يعني نقدروا نتناولوها مع الغداء، نقدروا نصوبوها مع الشوربه، يعني وما عندهاش حتى هذيك موانع الاستعمال، يعني ما كاينش شي حاله اللي تمنع فيها الاستعمال فيها بطبيعة الحال، يعني وبالتالي جميع الناس نقدروا يتناولوه. نعم، بالنسبة يعني الحفظ ديال مرق العظام، ما رأيك في الناس دكتور رمضاني في البعض اللي مثلا كيخزنوها أو كيجمدوها ياك، وكيديروها على شكل دي كوب كبار وكتجمد باش يعاودوا يستعملوها، واش هاد الطريقة صحية أم لا؟ هي صحية كما ذكرنا إلا كان التجميد. يعني هي اللي معروف عليها لانها في الثلاجه يعني العاديه لتحت، فراه ما كتصبرش اكثر من تقريبا واحد ثلاثه ولا اربع ايام من الاحسن الاستعمال ديالها قبل من هذا. وهذا الشيء بطبيعه الحال اللي كيبقى ديك الشرط ديال شحال من مره كنحلوا وكنسدوا الثلاجه ديالنا تبقى حاضر. اما التجميد ديالها من الاحسن التجميد ديالها على انه يكون
المقطع يعني ما تكونش التجميد ديالها كامل ديك الكميه كامله اللي حضرناها تكون حاضره يعني نقطعوها نقسموها نسرحوها في واحد المكون اللي غادي يخليها لنا مسطحه باش نقدروا نقسموها وبالتالي كيكون داك الاستعمال ديالها لي وجبات هي فعلا ملي كتجمد فبطبيعه الحال بحكم المكونات فيها فكيكون فيها واحد اللون معين اللي كيميل للمارو الحاجة يعني ديك المكونات اللي فيها هي اللي كتشكل لنا هذاك اللون ديالها والاستعمال ديالها بهذا الشكل عاد كيبقى الشرط هو انه اثناء ملي كنخرجوها باش نستعملوها ما كنبقاوش نرجعوها للثلاجه مره اخرى نعم باش يعني نحافظوا على كنستعملوا يلاه الكميه اما في الماكن بالعكس اللي تناولناها فهي معروف عليها لانها يعني رائعه عندها قيمه غذائيه فيها المكونات اللي كتعاوننا باش كنحفزوا المناعه ديالنا ربما هذا هو الوقت ديالها يعني غنيه كما ذكرت باحماض امينيه باملاح واحد فيها شي بعض الفيتامينات كذلك اللي كتفرز ولكن المده الزمنيه ديال الطهي ديالها اللي كتخلي بعض منها كتخرب سيدي كيخلينا كالله كنحافظوا بالاخص على ديك الاحماض الامينيه على هذيك الاملاح بالاخص هي اللي كتكون حاضره ورائعه فيها. شكرا لك شكرا دكتور عبد الخالق رمضاني الاخصائي في التغذيه وفي الحميه بالدار البيضاء على هذه النصائح القيمه والى فرصه قادمه بحول الله.